مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في محافظه الاسماعيليه ولايف جديد معاكم اسلام الطحاوي على شاشه ابو كبير ميديا. زي ما حضراتكم شايفين محافظه الاسماعيليه النهارده بتحتفل باعياد الربيع، موسم الربيع، موسم خاص جدا محافظه الاسماعيليه. فتيات الورد مزينين بالورود زي ما حضراتكم شايفين هنا في محمد علي بمحافظه الاسماعيليه. الناس بتحتفل بيه بالاوراد بالورود والزهور والمسائل دي كلها. يا مساء الفل، كلمينا النهارده عن الاحتفاليه وكده. ما مش حابه، تمام. زي ما حضراتكم شايفين كلمينا النهارده عن موسم مش حابه، تمام. خلاص زي ما حضراتكم شايفين كده احتفاليه الناس بموسم واعياد الربيع. شعب اسماعيليه بيفرح، شعب اسماعيليه الشعب الجميل. بتعملي ايه؟ هو ده لايف عن موسم الربيع. اوكي، اللايف ده معمول ايه يعني؟ اهلا وسهلا بيكي حضرتك منوره على موقع ابو كبير ميديا. كلمينا النهارده عن الاحتفاليه النهارده ونزلتي انت ومين وكده تحتفلي. ميرسي، منورانا. الحمد لله يخليكي، منورتي. اولا انا صحفيه وكنت جايه عشان تغطيه الحدث، تمام. وفي نفس الوقت فسحه للولاد واختي ولاد. ما شاء الله، قضيتي اليوم ازاي يعني؟ اشمعنى كنت حريصه على حضور حضرتك النهارده يعني؟ انك تتواجدي في اعياد الربيع في محافظه الاسماعيليه، يعني دايما محافظه الاسماعيليه تكون سباقه في الحاجات اللي زي كده، تكون من اولى المحافظات انها تعمل حاجات زي كده. والورد وال انا بنت اسماعيليه بس انا جايه من القاهره، بس لسه متغطيه المهرجان. كنت حريصه انك تحضري حاجه زي دي. بالظبط، مهرجان اسماعيليه وعدد المهرجانات جميله جدا، وافضل المهرجانات اللي بتقام بشكل شعبي. بعض المهرجانات بتقام بشكل نخبوي شويه زي مهرجان القاهره السينمائي الدولي، المهرجانات الفنيه، لكن المهرجان ده مهرجان شعبي بيتشارك فيه كافه فئات الشعب، والناس بتيجي تحضر خاص بالاطفال، بيكون مناسبه جميله جدا لتجمع اسري. صح. او تجمع عائلي بشكل اكبر. بنتفاعل بشكل جميل جدا كلنا مع بعض، يمكن بنتقابل اغراب وبعد كده بنتبادل ارقام التليفونات. صح. وبنتصاحب على بعض. المحافظه عامله دور هايل جدا. ايه رايك في الدور التنظيمي؟ دور التنظيم، التنظيم هايل. ولو كان في بعض التعليقات فهي تعليقات عاديه بتحصل في مهرجانات كبيره بالشكل ده، لكن المهرجان مهرجان جميل جدا. انبسطتوا النهارده؟ وعمل روح حلوه. بالظبط. بس احنا جينا يمكن متاخرين شويه ده حقيقه، لكن التغطيه الدعائيه للمهرجان مسبقا كانت قليله وضعيفه جدا. يعني قصدي ما تناولش الموضوع اعلاميا بصوره اوسع. الناس عرفته في الاخر. كان المفترض يتم التسويق ليه افضل من كده، بحيث ان الناس تستفيد من المنظر الجمالي ده. عندها الناس تكون عارفه وتستفيد بالجو الجميل دوت، مش بس جو الربيع وجو اسماعيليه، لا تستفيد كمان كفسحه للاولاد، لا بالتفاعل كمان مع الاطفال. يعني انا ما عرفتش ان في اطفال في العيله، لكننا ما عرفناش بس بعد فتره عشان يعملوا في المتابعه او كده. فدي يمكن كانت الناحيه الدعائيه. اعتقد البنات اللي زي كده بيحتفلوا وبيعملوا لبس مزين بالورود. المفترض كان في مسابقه وكنت حابه ان الولاد يشتركوا فيها. بس طبعا المعرفه كانت متاخره شويه. ده للاسف شد. بس بشكل عام او بوجه عام حضرتك استمتعت بالوقت؟ كان جميل جدا، كان هايل، والامن عمل دور هايل جدا جدا، والمحافظه كانت يعني بجد على قدم وساق وقامت بدور هايل. رهيب بصراحة. الحمد لله. لأن التجمع كان كبير. الناس زي ما حضراتكم شايفين برضو ما شاء الله مستمتعين بالجو العام. تمام، بشكرك جدا جدا أستاذتنا، بشكرك، منورة الدنيا. زي ما حضراتكم شايفين استمتاع محافظة الإسماعيلية بالجو الجميل ده في ظل أعياد الربيع والاحتفالات. حبينا ننقل لحضراتكم الصورة حية على موقع أبو كبير ميديا.
شعب اسماعيليه الكرام، ب شعب اسماعيليه الجميل، شعب بحب الشمسه، بحب الخضره. دايما محافظه الاسماعيليه بتتميز بالجو الحلو ده، بالروح الجميله دي، ان الناس نازله علشان تستمتع بالاكل، بالشرب، بالمنظر، الطبيعه، بكل اوجه الاستفاده. يعني هنا في شارع محمد علي عند الجامعه القديمه كانت احتفاليه خاصه جدا بالاولاد، استمتعوا جدا جدا. اهل اسماعيليه كل الجميل كله نازل، كله مع اطفاله، مع العيله، مع الاهل، عشان يستمتعوا بالجو ده الجميل واعياد الربيع. وكانت احتفاليه خاصه جدا جدا، ناس بتستمتع، الاولاد بتلعب، في روح كده، روح جميله من الالفه والتعاون اعتقد ان الناس هنا يعني عارفه بعض. اي نعم ما كناش عارفين بعض، بس اتعرفوا وفي علاقات تكونت، زي ما الاستاذه وضحت لنا كده انها تواجدوا اغراب، ولكنهم انتهى الموضوع بينهم علاقه صداقه وعلاقه تعاون. عشان كده بنرسل رساله حلوه للناس انها تكون في حب بين الناس وبعضهم وبعض، بحيث ان يحصل تفاعل بينهم. حبينا ننقل لحضراتكم الصوره حيه، احتفالات الناس باعياد الربيع. بشكركم جدا جدا متابعينا في كل مكان. كانت معكم اسلام الطحاوي هنا في محافظه الاسماعيليه، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه.